قد تكون مثلي ومثل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي الذي تم حذف منشوراتهم أو تقييد وصولهم للمحتويات الداعمة للمقاومة، وربما ضاق صدرك وأنت لا تشاهد سوى المنشورات الداعمة للكيان وتؤكد روايته المزعومة. قم بتجهيز فنجان شاي أو قهوة ولنتحدث اليوم عن هذا الموضوع بشرح واسع، وقبلها اشترك في القناة وقم بتفعيل جرس التنبيهات. أسعد بالإعجاب وممتن لمشاركة المحتوى مع من تحب. أنا فهد التميمي وهذا فنجان جديد من قهوة وفنجان. في فقرة قاوم رقميا ضمن التغطية الخاصة فلسطين المشهد على قناة المنار اللبنانية، شرح الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور حسن يونس كيف تعمل الخوارزميات على مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد نمط معين من السلوكيات، وعند تخطيها من قبل المستخدم يتم حظره. ولفت يونس إلى أن عملية اختيار الهاشتاج تختلف من موقع إلى آخر، فما هو مقبول على منصة أكس قد يكون سبباً للحظر على فيسبوك أو إنستغرام. كما شرح يونس كيف يمكن حماية المحتوى، ففيما يتعلق بخاصية الستور، يجب وضع هاشتاج غير مرتبط بالقضية وعدم إظهاره على الشاشة، وعند وضع أكثر من ستور حول غزة يمكن تمرير ستوري لا علاقة لها بالقضية، مثلاً صورة للشخص أثناء ممارسته الرياضة. إذا أراد المستخدم مشاركة منشور ولكن الجهة التي عرضته معرضة للحجب كقناة المنار مثلاً، يمكن إعادة نشره عبر خاصية سكرين ريكوردين. وتابع يونس أنه إذا كان هناك نص مثلاً يود المستخدم إعادة نشره ولكنه قد يعرض صفحته للحظر، يمكنه أخذ صورة لهذا النص ونشرها. فيما يخص تويتر، لفت يونس إلى أنه يمكن للمستخدم التغريد باعتماد الهاشتاج المتداول وقد يصل العدد إلى 20 تغريدة. على فيسبوك وإنستغرام يمكن وضع الكثير من الستوريز، أما المحتويات التي ستبقى على الحساب كالبوست والريلز فيفضل عدم نشر أكثر من 3 أسبوعياً. أخيراً نصح يونس المؤثرين الاجتماعيين باختيار المحتوى بعناية، وأن يظهروا بمظهر يليق بالقضية التي تحمل معاني الانتصار، ولكن فيها أيضاً حزن على الشهداء. وإذا لم يكن لدى المستخدم محتوى خاص به، يفضل أن يكون ناشراً لمحتويات تكتب اليوم بالدم. شخصياً، أرى أيضاً أنه من المهم أن تقوم بمشاركة أي منشور يدعم القضية وأيضاً الإعجاب به. هذا يؤثر في خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن أيضاً التحايل على الخوارزميات من خلال مجموعة من الكلمات والعلامات من نوع إضافة التشويش على الصور حتى يفشل برنامج الذكاء الاصطناعي في التعرف عليها، وكتابة الأسماء مجزأة، أو إضافة علامات ترقيم لها أو أحرف باللغة الإنجليزية أو حتى أيموجي. ومع ذلك تنجح بعض وسائل التحايل وبعضها لا تنجح، ولكن مع مرور الوقت يتم اكتشاف هذه الوسائل والتعامل معها، وفي المقابل تقوم الرقابة البشرية على بعض الحسابات أو من خلال بعض الكلمات المعروفة مسبقاً من خلال الرصد في الكشف عنها والتعامل معها وتقديم بلاغات ضدها، ومع عدم توحيد المعايير بشكل قاطع، خارج الاتحاد الأوروبي، يختلف الحكم بين مراقب وآخر. وهناك تجاوزات كثيرة نظراً لطبيعة وميول المراقب وغياب الدقة، كذلك التركيز على المحتوى المكتوب أكثر من الصور والفيديوهات، لأن المنشورات البصرية يمكن التعرف عليها بشكل أسرع من قبل الخوارزميات، مع ضرورة وضع قواطع أو تقسيم الكلمة حتى لا تتعرف عليها الخوارزمية. يمكن تلخيص آليات المراقبة التي تقوم بها الخوارزميات والتي هي أكواد تتحكم في قوة ظهور المنشور أو إخفائه نهائياً،
وترصد الأكواد الاهتمامات الخاصة بالمستخدم وتظهر المنشورات المرتبطة به، وتعمل هذه الخوارزميات من خلال كلمات مفتاحية وصور يتعرف عليها الذكاء، وفي حال ظهور كلمات مفتاحية تخالف سياسة المنصة تتخذ إجراءات آلية تبدأ بتقليل التفاعل مع المنشورات، مروراً بإيقاف الحساب المؤقت، وانتهاء بإيقاف الحساب نهائياً، ولمن لديهم حسابات على إنستغرام بالدخول إلى الإعدادات وتغيير وضع Sensitively Content إلى More، حينها ستظهر الكثير من المحتويات المحظورة، وفي هذه الأيام عادة ما يكون لها علاقة بفلسطين، والتوقف عن كتابة نص واحد ومشاركته حرفياً في الحملات، فهذه أسهل طريقة للتعرف على محتوى ما وشط به أو حذف الحساب، وكذلك عدم الإكثار من الهاشتاقات. وأنت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول أن تقرأ سياسة الاستخدام، لا توافق على شيء بدون أن تقرأ، فالجهل بالقوانين لا ينفي المسؤولية، قاوم، قاطع، لكن بالعقل والقانون، دمتم وطابت أوقاتكم.